بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن معرفة أي شخص قام مثلا بتهديدك أو أزعجك من خلال اسمه أو بريده أو رقم جواله أو عنوانه من خلال هذا الموقع الذي هو محور درسنا لهذا اليوم. فيمكن معرفة أي شخص من خلال اسمه أو إيميله أو رقم جواله أو اليوزر نيم أو عنوانه. طبعا هذا الموقع يبحث في أكثر من 60 موقع اجتماعي. حقيقة هذا الموقع يتعدى على خصوصية مستخدمي الشبكات الاجتماعية، ولكنه في بعض الأحيان قد يكون مفيد إذ تلقيت تهديد وما شاكل ذلك. فمثلا نحن سوف نبحث عن نفسنا بإيميل قد قمنا بالتسجيل به في فيسبوك. مثلا نضع الإيميل ثم نضغط هذا الزر، ننتظر الآن. كما ذكرت يبحث في أكثر من 60 موقع اجتماعي. بعد ذلك سوف يخرج لنا صورة بروفايل الإيميل الذي قمنا بالبحث عنه مع أيضا اسم الصفحة. طبعا هذه الخدمة هي خدمة مجانية، فلو أردنا الزيادة من المعلومات فكل ما علينا هو الضغط هنا والدفع لهذا الموقع عن طريق البطاقات الائتمانية والاشتراك فيه للحصول على المزيد من المعلومات. طبعا للتأكيد أن هذه الصفحة هي لنا، انظروا، ها هي الصورة وها هو الاسم كما ترون هنا. نتمنى أن نكون قد قدمنا بعض الفائدة لكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وزيارة موقعنا والاشتراك في القائمة البريدية، وزيارة صفحتنا على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس، والاشتراك بهم. وفي أمان الله.